قدوتنا رسول الخير بالمعروف وصانا والطيبة وحب الغير فينا خير فينا خير لما نذكر الرحمن لما نعيش بالقرآن نتواصى على الإحسان يكبر فينا حب الخير لما نذكر الرحمن لما نعيش بالقرآن نتواصى على الإحسان يكبر فينا حب الخير يكبر يكبر حب الخير يكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاتن جميل أبو العنين. اليوم كان يوم جميل كتير علي وفاجأوني اليوم مفاجأة حلوة كتير، هدية من جمعية المتضامنون، جايبين لي ما شاء الله عفش للبيت زي ما أنتم شايفين، كل أغراض البيت من غاد لغسالة فراش أدوات المطبخ كامل. مش عارفة أنا متلبشة كتير لأن الفرحة حلوة كتير الحمد لله. كان بقرب شهر رمضان الفضيل علينا أنه كنت قاعدة، يعني طبعا ما فيش عندي الملتزمات هذه تبعت البيت، والحمد لله يجوا فرحوني وربنا يا ربي يفرح قلوبهم زي ما هم فرحوني في اليوم هذا. جايبين لي حتى العيد جاي ما عنديش فراش، ما عنديش حتى حصيرة زي ما أنتم شايفين، جايبين لي كل ما يلزم كأي بيت في فلسطين بيت عادي الحمد لله، من زي ما أنتم شايفين كل أغراض بيت. وأنا مع الفرحة الصراحة مش عارفة أحكي، بس كل الأقدر أقوله لهم يا رب العالمين يفرح قلوبهم زي ما هم فرحوا البيت هذا وفرحوا قلوب أولادي، ويا رب يجعلوا كل شيء قدمتوه في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، وبشكركم شكر خاص يا رب. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.